فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة كمبدأ مقدس في القضاء، فمحاكمة الأشخاص المتهمين باقترافهم لجرائم معينة يجب أن تقوم على أساس محاكمة عادلة، والتي تعتبر أحد الحقوق الأساسية للمتهم، وهي تقوم على توافر مجموعة من الإجراءات التي تتم بها الدعوة في إطار من حماية الحرية الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان المتعلقة بها. هذه الندوة العلمية الجهوية هي استمرار للندوة الوطنية التي تم عقدها بالمعهد العالي للقضاء بالرباط بتاريخ 24 و 25 فبراير، تناولت موضوع هام وهي المحاكمة، ضمانات المحاكمة العادلة، وتم استدعاء مختصين، نخبة من المختصين والممارسين، لأن الأمر يتعلق بطرح إشكالات عملية ويتطلب استدعاء النخبة المختصة والممارسين الفعليين للعمل القضائي والعمل الحقوقي. ومن ثم تمت دعوة قضاة من النيابة العامة ومن الرئاسة، وكذلك السادة المحامون وأساتذة جامعيين، وكذلك مختصون في الميدان. وشملت هذه الندوة الجهوية تناولت مجموعة من المواضيع تهم، كلها تنصب حول ضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى موضوع المبادئ الأساسية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. تم تطرق إلى البطلان القضائي بين النص القانوني والعمل القضائي، ملائمة الدستور المغربي لسنة 2011 للاتفاقيات الدولية خاصة في مجال ضمانات المحاكمة العادلة. تم مناقشة المراقبة على سلب الحرية من طرف القضاء، ثم مجموعة من المواضيع ذات الصلة بما في ذلك استدعاء رئيس اللجنة الجهوية لمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تناول مسألة ملاحظة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظة المحاكمات، وكل من المتدخلين تناول الموضوع في شق معين، وسوف تلي هذه العروض والمداخلات مناقشات من طرف السادة الحضور، ونتمنى التوفيق والنجاح، وشكراً.